شاري التعليم الحضوري على حسب الفيليير ديالي، حيت انا داير سانس مات بيوف ديكو خصني نكون متبع مع الساد، حيت اصلا هذيك القرايه ا ديستانس ما كتنفعش 100%. وغادي تاخذ لي بريكوسيون ديالك وغادي توكل على الله. هذاك الشيء اللي كاين اصلا، راه دابا خارج كتشريك شوف راه المرض كيدور. السلامه ديال الابناء ديالي هي كلشي، الفلوس راه كتخلف فهمتيني، صحه كلشي ندير يمكن على حساب الكونيكسيون الواي فاي. اه ماشي مشكل. قلت لي كتفضل التعليم الحضوري عن بعد؟ جو بريفير التعليم عن بعد. علاش؟ ديجا شفنا ليكسبيريونس ديال هاد لي 3 مو اللي دازت، فملي كنا في الكونفينمون كلشي كان بخير، كلشي داز مزيان. ودولا تصا علاش التعليم عن بعد؟ كاين السيكوري، اول حاجه سيكوريتي على لي ستوديون. احنا درنا بريزونسيال ماكسيموم، درنا شحال ندير في القسم 14 واحد. القسم شحال كيجد باغ اكزومبل؟ احنا اذا جينا نشوف ما بين بريفي وبيبليك، راه البيبليك راه فيه 40 واحد، 40 واحد ما يمكنش ديرها بريزونسيال. درتيها بريزونسيال راه الله غالب، راه ديك الساعه اللي كان كنشوفو غتلقاهم فوق 10 فوق 20 بارابور هادشي اللي كنشوفو دابا. الوالدين صعيب عليهم من واحد الناحيه اخرى انهم يخليو وليداتهم، وفهمتيني هما خدامين ويخليو وليداتهم في الدار، كتجيهم شويه صعيبه. ولكن خصنا شوف كيف درنا هذيك لي 3 مو الكونفينمون، الوالدين كانوا كيمشيو كيخدموا شي حاجه نقدروا نديروها وكنقدروا نديروها، حيت حنا كنا اذا درنا يدنا في بعضياتنا راه سي بوسيبل لو فير. خصنا غير كلنا نكونوا فهمتي يد وحده ونخدموا كاملين. من الاحسن تكون انها القرايه تكون اونلاين باش نيفيتيو لو ماكسيموم. اول حاجه اللي هي لو ريسك على ان الوليدات اللي تصابوا، حيت راه تعطيه يديرك ماما تعقم كل شيء. ولكن باغ اكزومبل في الماكله، حنا ملي كنا صغار شنو كنا كنديرو؟ كتشري بهم وكتذوق صحابك، يعني غير هذاك لوفي باش انك عطيتيه كاين ترانسميسيون ديال الفيروس. كاين دي زيكول اللي قال لك غيديروا مواتي مواتي، ولكن واش غيديروا هذيك لا مواتي اللي تكون بريزونسيال غاتجي وحضروا غيخدموا فيها مزيان؟ واش غادي يعقموا ليهم المدارس ديالهم شاك جوغ؟ حيت راه التعقيم راه ما خصوش يكون بالنهار، ماشي خصو يكون على سيمانه ولا 15 يوم، يوميا. يعني راه مثلا انا جيت اليوم كنت قريت، ما كانش فيا دوز كاع الدراري ندوز لهم لي تيست ديال البي سي ار، القاهم بلي نيجاتيف. ولكن الغد لي واش ايفيكتيمون يبقى نيجاتيف؟ راه يقدر يكون بوزيتيف. ترانسميسيون منين غادا تجي؟ غاتجي من هذاك صاحب الوالد ديالو اللي تلاقى بداك الخدار اللي ما عرفت فين. هذه هي لا ترانسميسيون ديال الفيروس، هذا الشيء اللي حنا كنخافوا منه. دابا حنا خارجين كنلقينا جالسين كنشوفوا الكتوبه وكن او ميم طون فهمتي كنلاحظ ان سيغ بعيد عليهم، انا بعيد على الناس ما كنقدرش ندخل حتى على الباب، وكتجيني صعيبه اللي كنشوف ان بنادم في المكتبات، بنادم في الدور الطابع كتلقاه مزاحم. ايماجين هادو الناس اللي كبار بعقلهم ونشوفوا دراري صغار اش غادي يديروا، يعني راه صعيبه وبزاف. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.